بالنسبة لكلية الفنون والتصميم، احنا دائما نقوم بأنشطة باستمرار داخل الكلية، منهجية ولا منهجية طبعا أكيد، ونشارك في كل الأنشطة تقريبا يعني بالقدر اللي بتسمح فيه الوقت والظروف مع كل الكليات. يعني من فترة قصيرة كان هناك مشاركة لطلبة التصميم الداخلي يعني في جامعة العلوم التطبيقية في اللقاء السادس، نشاط متعلق بالتصميم الداخلي طبعا، ودائما النشاطات عندنا نشاطات مشرفة، يعني بيكون عادة مستوى الإسهام عندنا في ملتقى التصميم الداخلي بالذات دائما بيكون في مراحل متقدمة في البلد. أيضا إحنا على علاقة وطيدة مع سوق العمل ومع أصحاب سوق العمل أيضا من أجل الوقوف دائما على فعالية برامجنا عند الخريجين في حال تخرجهم وخروجهم إلى سوق العمل. في النهاية نشكر الجامعة على ما تقدمه يعني من دعم في إطار الأنشطة وفي إطار البحث العلمي، وطبعا أكيد متمثلة في رئيس مجلس إدارة الدكتور محمود أبو شيرة اللي فعلا هو داعم باستمرار لهذه الأنشطة يعني، ولا يبخلوا في تمويل أي نشاط يعني يقوم بإسهام كبير في رفع المستوى العام في الجامعة وفي المناطق المحيطة أيضا. مرحبا، يعطيكم العافية. أنا الطالبة براء أسامة من جامعة الزرقاء كلية الفنون والتصميم. في البداية بحب أشكر جامعتنا وكليتنا اللي وفرت لنا هاي الفرصة أن نشارك في جامعة العلوم التطبيقية في الملتقى السادس للتصميم الداخلي اللي بعبر عن الاستدامة. اشتركت فيها من خلال مشروعي اللي هو المكتبة، هو مشروع ثقافي عبرت عنه من المكتبة. طبعا حاولت قدر المستطاع أني أحقق الاستدامة في المشروع من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والموارد المتجددة اللي عندنا، وأيضا الاستفادة من الماتيريال. شكر كبير لجامعتنا ولكليتنا وللعميد الدكتور حسني ولدكتور أسامة. شكرا لكم ويعطيكم العافية. يعطيكم العافية، أنا طالب رحمة رياض من كلية الفنون والتصميم تخصص التصميم الداخلي. أقدم لكم مشروعي اللي شاركت فيه بكلية العلوم التطبيقية. هو في فكرة فيلا سكنية تبنت فيها موضوع الاستدامة والطاقات المتجددة وكيف إحنا نحافظ على البيئة ونحافظ على الطاقة بطريقة صحية وبسيطة في منازلنا. وبشكر كليتي على هاي التجربة الرائعة، وشكرا للدكتور حسني أبو كريم ودكتور أسامة. السلام عليكم، أنا محمد نزال من جامعة الزرقاء من كلية الفنون والتصميم قسم التصميم الداخلي. سعيد جدا اليوم بمشاركتي بافتتاح المعرض في جامعة العلوم التطبيقية. شاركت بمشروع اللي هو فندق 5 نجوم، فندق سياحي. كثير جميل جدا أنك تشارك بمعارض، تتعرف على شغل الزملاء بالجامعات الأخرى. جميل جدا انك تشوف وين وصلت الناس وانك انت تطور من حالك. بتمنى دائما انه نحن نشارك بهيك معارض او بهيك لقاءات حتى نحن نطور من حالنا ونشوف شو عم بيصير بالعالم الثاني بمناطق اخرى عند طلاب ثانيين، نشوف افكار، لانه نحن مثل ما بنعرف التصميم هو عبارة عن بحث، التصميم هو عبارة عن رؤية، التصميم هو عبارة عن اشياء دائما متطورة، ما لازم نظل نحن بمكاننا. يعطيكم العافية، انا طالب علي البلخي تخصص التصميم الداخلي من جامعة الزرقاء. سعدت اليوم كثير بمشاركتي بملتقى التصميم الداخلي السادس بجامعة العلوم التطبيقية اللي هي كانت فعالية تحكي عن الاستدامة في التصميم الداخلي أو بالكتل السكنية. طبعا شاركت بهاي الفعالية من خلال مشروعي اللي هو عبارة عن فندق 5 نجوم بالاشتراك مع زميلي. بشكر جامعة الزرقاء بممثلها رئيس الجامعة، وبشكر عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور حسني أبو كريم، دكتورنا المشرف المشروع دكتور أسامة العلي اللي أتاحنا الفرصة للمشاركة بهالفعالية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أنا بحب أشكر جامعة الزرقاء متمثلة في إدارتها الكريمة على دعمها الكامل لهذا النشاط، وأن احنا نشارك في هذا المنطقة مشاركة إيجابية ومشاركة الحمد لله كانت رائعة في هذا المنطقة التصميم الداخلي بجامعة العلوم التطبيقية. بشكر طلاب الأعزاء الطالب محمد نزال وعلي البلكي ورحمة رياض وراء أسامة على هذا المجهود الرائع. في النهاية بحب أشكر طلابنا الأعزاء، وبنشكر الجامعة وبنشكر إدارة الكلية على هذا النشاط الرائع والمتميز.
اليوم احنا طبعا في ملتقى التصميم الداخلي السادس بعنوان الاستدامة في التصميم الداخلي. طبعا هدف هذا الملتقى السنوي انه احنا نجتمع مع الجامعات الأردنية وكليات المجتمع المحلي عشان نتشارك الأفكار ومشاريع الطلاب ونشوف شغل بعض، وكمان انه احنا نحاول نسعى لتحسين تخصص التصميم الداخلي في الأردن.